أما كنزة مرسلي فنشرت صورة من الاستوديو أرفقتها بكابشن أفلا موبايلي من دون أي تفاصيل. فالتفاصيل كلها راح تتعرفون عليها من خلال كاميرا ذا إنسايدر بالعربي اللي رافقت كنزة خلال تصوير كليب خاص بها الأغنية في لبنان، وهذا في خبرنا في الإنسايد تيك. الأول كنت حابة شيء مختلف، فهم يعني من الأول خلاص ملينا من الأغاني اللي كلها نفس المواضيع نفس الستايل نفس صح، فقلت لا هذه المرة لازم شوك شوية، شوك إيجابي. ولأنها قصدها الشوك فهي كانت متقبلة لكل الأفكار الجديدة. طريقة الغناء تكون يعني فيها كاركتير أكثر من أداء صوتي أو استعراض بالصوت، فكانت تحدي، كان تحدي بالنسبة لي. أول ما سمعتها قلت هذه هي الأغنية، بس بعدين كيف بتغني هذه، فاهم؟ فشوي شوي لحتى عملت لها كاركتير وزبطتها. وبعد ما ضبطت معاها صارت جاهزة لتكمل هالأغنية بكليب تصور في لبنان على يومين مع المخرج زياد خوري. كمان زياد من الناس اللي من المخرجين اللي أنا شخصيا أحبهم، لأنه بيحطك على راحتك، فاهم يعني؟ لو انت مش عاجبك شيء ما بيعمل، ولو انت عاجبك شيء بيعمل، فاهم؟ فعندك حرية الاختيار، وهو اي شيء بيعمله انا بيعجبني على طول. وهالكليب تعمد اظهار كنزة بعدة اطلالات، من بينهم الاطلالة اللي ظهرت فيها خلال لقائنا معها. وطبعا كل هالتفاصيل تطلبت جهد كبير من كنزة ومن كل فريق العمل كتير، خصوصا الاغنية. يعني الكليب ما فيهوش سيناريو، يعني مش قصة، في استعراضات باللوك وبالحركات وكل شيء يعني، فمتعب متعب، بس أي شيء حلو لازم يكون متعب. بس هالتعب سريعا يختفي أول ما كنزة تشوف ردود الفعل الإيجابية على أعمالها. ولكن هالتفاعل الإيجابي ما يعني أن كنزة ما بتتلقى تعليقات سلبية أحيانا. هو الأغلبية يكون شخصي مش أعمال، يعني يعني السلبية يعني مش لأنه أنا يعني أشكر نفسي ولا، لكن قليل وين يجيني تعليقات عن عمل، تعليقات سلبية عن عمل. الحمد لله يعني أغلب 99% أو أكثر تعليقات عن أعمالي تكون إيجابية، لكن تعليقات سلبية ممكن تكون عن هيك تنمر. فكيف بتكون ردة فعلها على هالتعليقات؟ تجاهل تام. يعني أنا بشوف في الأول يعني في بداياتي كان الموضوع شوية مزعج، مزعج لدرجة خصوصا يعني الناس اللي بيسمحوا لنفسهم يتدخلوا بحياتك. أنا هذا الموضوع كان يعمل لي حالة هستيرية، يعني أنت مين لهذا؟ تقول لي اصبغي شعرك هيك، ما تعمل لي هيك، لبسي هيك، ما تلبسي هيك، حكي معي هذا، ما تحكيش معي هذا. فاليوم لا، اليوم صارت. وبنفس الطريقة بتتعامل مع الشائعات اللي دائما بتدور حول موضوع ارتباطها. تفضل ما خوض بهذه المواضيع. ايه أنا بالنسبة لي هذا موضوع شخصي خصني أنا فقط، يعني ممكن حتى أتجوز وما أقول، ممكن عم أقول لك ممكن، يعني أنا وحالي أنا وأحوالي شيء كتير برايفت. يعني أوكي أنت جمهور بعطيك فني يعني بسمح لك تتدخل بأمور الفنية مثل ما بتحب، بس أموري الشخصية لا. ولكن الكثار عندهم فضول يعرفون إذا كنزة حاليا بتعيش قصة حب أو لا. ممكن يكون معنا ناطر ممكن يكون